مرحبا بكم مشاهدي قناة شوف تيفي الأوفياء داخل الوطن وخارجه، وأهلا بكم في نشرة الأخبار الاستثنائية والتي تهم اللقاء الكروي الودي المتميز الذي سيجمع بين فريقي أيس روما الإيطالي وفريق الرجاء البيضاوي بالملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما، وذلك يوم السبت 14 غشت الجاري على الساعة 10:45 بالتوقيت المحلي الإيطالي، وهو اللقاء الذي تترقبه بكل شغف الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا وكذلك جماهير فريق الرجاء البيضاوي عبر مختلف ربوع العالم. وإليكم التفاصيل. أعلن نادي روما الإيطالي أن ودية الرجاء الرياضي ستجرى بحضور الجماهير، وأكد نادي العاصمة روما عبر بلاغ نشره في موقعه الرسمي أن عملية بيع تذاكر المباراة التي تجمعه بالنادي الأخضر ستنطلق في 10 من شهر غشت الجاري، أي 4 أيام قبل موعد اللقاء. ويذكر أن ودية الرجاء هي الأولى التي ستعرف حضور الجماهير بعد 1.5 عام من غياب الجماهير عن مدرجات ملعب الأولمبيكو بسبب تفشي جائحة كورونا عبر ربوع الجمهورية الإيطالية. وتتراوح أجمنة التذاكر من 10 إلى 30 يورو، ومن بين الشروط الأساسية لولوج الملعب بعد الحصول على التذكرة هو التوفر على البطاقة الخضراء التي تمنحها وزارة الصحة الإيطالية للأشخاص الذين تلقوا اللقاح أو أثبتت الفحوصات خلوهم من فيروس كورونا قبل 48 ساعة فقط من موعد المباراة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.